نشرح. الآن نأتي في الدبوس الخاص في الدبالة، نضع الدبوس داخل هنا حيث أنه فيه طبعا مجرى خاص فيه بالشكل هذا اللي تلاحظ أن الدبوس مسك داخل الدبالة. طبعا الدبالة موجودة متخصصة لعملية التربيط، موجود مثل عن محلات التنجيد. الآن راح نربط هنا، مجرد ما تشد عليها خلاص الدبلة مسكت الآن وخلاص مربوطة مرة واحدة، ما يتحرك القفص الآن ثبت. ركب واحدة ثانية بعد نفس الطريقة، ناخذ الدبوس ونركبه في الدبالة في المجرى المخصص في الدبالة، وركب الثاني هنا لا تلاحظ تم تربيطه وانتهت العملية. الآن ربطناه هنا جاهز مثل ما تكلمنا على قبل شوي، وهنا كذلك تم تربيطه وجاهز. وأسسته هذه راح نرسل لك كذلك السوسة اللي تمسك لك الأبواب، وبالتوفيق إن شاء الله.